أحسن الله إليكم. السائلة عين واو من الرياض، لها مجموعة من الأسئلة. تقول فضيلة الشيخ، نحن مجموعة من الطالبات في المدرسة، في بعض الأحيان لا يكون معنا إلا سجادة واحدة، فنقوم بفرشها بالعرض حتى تتمكن كل طالبتين من الصلاة عليها في نفس الوقت، ولكن بعض الأخوات أنكرن علينا هذا العمل، فما الصحيح في ذلك؟ مأجورين. إذا كان المكان طاهرا فلا بأس أن تصلوا على الأرض أو على المكان الطاهر، وأما السجادة أمرها سهل، إن حصلت بها ونعمة، وإن لم تحصل فلا ضرورة لها، ولا مانع أن تفرشوها تحت الأقدام أو تفرشوها بالعرض تسجدون عليها، لا مانع من ذلك، الأمر في هذا سهل ولا إنكار فيه. نعم.